إن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى، وإنني إذ أنحاز كل الإنحياز لحرية المواطنين في إبداء آرائهم، أتمسك بذات القدر بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها. عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، والله الموفق والمستعان. يا دي الميدان اللي حضن الفكرة وسهرها، يا دي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها، يا دي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرها ما بين عباد عشقة وعباد كرهة.